السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معكم أخوكم عماد حمدي. في البداية بحب أحيي الجميع. طبعا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تقليب الحمام القطقاطي. الحمام القطقاطي من أقوى أنواع الحمام الغزار، سواء في النش أو في الجمال، يعني حمامة جميلة وكله بيعشقها، هتلاقيها في كل غية وفي كل سطح. طبعا الحمام القطقاطي كان توب واحد بس اللي هو القطقاطي الصابوني، لكن مع تهجين الحمام ودخول الاسود غزار عليه ودخول انواع تانية اصبح فيه الصابوني والقشر السمك والمحلاوي. طبعا النهارده ان شاء الله هنشرح الكلام ده كله، هنفسره بالطريقه بتاعتنا عشان تبقى طريقه سهله وبسيطه وباذن الله الكل ايه يعرفها. يلا بينا بسرعه نروح عشان ما نضيعش وقت. الحمام القطقاطي من اهم انواع الحمام الغزار، وهو ينقسم الى ثلاث اتواب: صابوني وقشر سمك ومحلاوي. طبعا زي ما قلنا في البداية كان هو طوب واحد. الاساسي هو القطقاطي الصابوني، دخل عليه الاسود الغزار نتج عنه القطقاطي قشر سمك، يعني عمل فيه ايه، غمقه شوية، ودخل الاسود الغزار على القشر سمك نتج عنه المحلاوي، غمقه اكتر، يعني يعتبر قفل اللون معاه، لكن التقريشة باينة على خفيف. لكن زي ما قلنا في الاساس اللي هو القطقاطي الصابوني. القطقاطي الصابوني بتبقى راسه رمادي فاتح، طبعا بتبقى اغمق من الجسم، ولون الرقبة بتبقى فضي، ولون الجسم بيبقى رمادي فاتح مفصص، بتحس ان لونه باهت كده، وده يعتبر الطوب الاساسي للحمام القطقاطي قبل دخول الاسود الغزار عليه. طبعا بعد دخول الاسود الغزار نتج عنه القطقاطي قشر سمك، طبعا بيبقى الراس رمادي غامق مائل للاسود، ولون الرقبه فضي برضه، ولونه في كل الجسم بيبقى مفصص بالرمادي والفضي، يعني الاسود الغزار قفل اللون درجه، بدل ما هو صابوني بقى قشر سمك تقل اللون الغامق شويه، لكن التقريشه باينه زي ما هي. ولما دخل الاسود الغزار تاني على القشر السمك طبعا نتج عنه المحلاوي. المحلاوي بتبقى راسه اغمق من الجسم، يعني راسه لونها اغمق من الجسم خالص، طبعا الرقبة ما زالت فضي، ولكن برضو لونها بيبقى ظاهر شوية، يعني اغمق شوية، ولونه في كل الجسم بيبقى ما عدا الرقبة بيبقى رمادي غامق مقرج مائل للاسود، يعني اللون قفل خالص، دخل في درجة السواد، لكن بتبقى فيه تقريشة باينة. تقليب بقى الحمام القطقاطي عموما بتبقى راسه متوسطة الحجم، وبتبقى شبه مستديرة، وبتبقى الراس منزلقة من الخلف، يعني نازلة مع الرقبة عدلة على طول، والراس بتبقى من قدام مسحوبة، يعني وشه بسحنة شوية لأن هو حمامة خشنة. طبعا العين في الحمام القطقاطي بتبقى عين واسعة ومستديرة، ويبقى لون العين ياقوتي، والضريبة بتبقى فضي، والجفن بيبقى خشن شوية صغيرين، يعني مش خشن قوي، وبيبقى لونه أبيض، ولون العين بيتغير بحسب لون الجسم، فكلما كان لون الجسم أفتح بتكون العين لونها فاتح، والعكس صحيح، يعني كل ما لون الجسم غمق بتبقى لون العين أغمق برضه، يعني هي ماشية على حسب لون الجسم أو الطوب. طبعا العظم بيبقى لونه اشكح، يعني ابيض مائل للسواد، والانف بتبقى غليظه وفيها كشاكيش. العظم طبعا بيبقى قصير وسميك وخارج من الراس على طول. والقطقاطي الصابوني بيبقى اصغر عظم فيهم، لان ده القطقاطي الاساسي.
طبعا بيبقى فيه فينيار، وبتبقى رجليه قصيرة ومحمرة، ورجليه خشنة ومخرشفة، بتبقى فيها حراشيف كده باينة، والأظافر بتبقى شاكحة وسودة في المحلاوي. يعني الأظافر بتبقى شاكحة في الصابوني وقشر السمك، وبتبقى سودة في المحلاوي. طبعا القطقطي حمامة خشنة وطويلة وما تقلش عن 35 سنتي أبدا، والريش بيبقى عريض ومرصوص زي السيوف متستف، والجناحين بيبقوا فوق الديل وبيكونوا أقصر من الديل بحاجة بسيطة. لو في أي استفسارات هنستناها إن شاء الله في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.